ديانات أبطال مسلسل كريستال وأعمارهم ستصدمك وأزواجهم الحقيقية. محمود نصر يعد من أبرز الممثلين المعروفين في الدراما السورية. والفنان محمود نصر من مواليد السويداء في سوريا في 1 أغسطس عام 1983، ويبلغ من العمر 40 عام، وديانته الإسلام. والفنان محمود نصر غير متزوج، ولا يوجد تفاصيل حول حياته الشخصية. وأطلقت إشاعات ارتباطه بعدة فنانات، ومنهم الفنانة دانا مارديني والفنانة نضلي رواس. باميلا الكيك ممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحا كبيرا في لبنان والعالم العربي. ولدت باميلا الكيك في 14 مايو عام 1988 في مدينة دير القمر في لبنان، وتبلغ من العمر 35 عام، وديانتها المسيحية. جمعتها علاقة حب سابقة مع الممثل اللبناني جوليان فرحات، التي تشاركت معه بطولة مسلسل الحب الحقيقي. العلاقة انتهت نتيجة تصرفات جوليان وتصريحاته النارية التي سببت له مشاكل عديدة وحذفته من قائمة المتابعين. ستيفاني عطلة ممثلة ومغنية لبنانية سرعان ما صنعت لها اسما في المجال الفني. ولدت ستيفاني عطلة في بيروت بلبنان لأب لبناني وأم فرنسية في 5 أكتوبر عام 1993، وتبلغ من العمر 30 عام، وديانتها المسيحية. علاقة حب تجمع ستيفاني عطلة وزيف عبود، الذي تشاركت معه بطولة مسلسل اعترافات فاشينيستا. خالد شباط صاحب الأداء الأكثر تميزا بسبب الشخصية الصعبة التي يؤديها في المسلسل من حيث الحركة والنظرات والأداء الصوتي. يعتبر الممثل خالد شباط من أبرز وأشهر الفنانين السوريين، وهو من مواليد عام 94، ويبلغ من العمر 29 عام، ويعتنق الديانة الإسلامية. والفنان خالد شباط متزوج ولم يصرح عن اسم زوجته. إنجو ريحان تعتبر من أشهر الشخصيات الفنية والمسرحية في عالم الفن والتمثيل بلبنان والوطن العربي، وهي من مواليد 20 فبراير عام 75 في كفر صير في جنوب لبنان، وتبلغ من العمر 48 عام، وتعتنق الديانة الإسلامية. ووالدها هو خليل ريحان المناضل اللبناني المعروف، ومتزوجة من فادي قاسم، وهو مدير تصوير سينمائي. بلال مارتيني ممثل سوري من مواليد دمشق، وولد في 3 يونيو عام 91، ويبلغ من العمر 32 عام، ويعتنق الديانة الإسلامية. والفنان بلال مارتيني غير متزوج. الفنانة لين غرة تعتبر من الوجوه السورية الشابة، والتي انضمت حديثا إلى عالم الدراما والتلفزيون، وأثبتت موهبتها بفترة قصيرة. وهي من مواليد عام 94، وتبلغ من العمر 29 عام، وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعود أصول عائلتها إلى دير عطية بريف دمشق. وتعتنق الفنانة لين غرة الديانة الإسلامية وهي غير متزوجة. رولا حمادة ممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية الكندية، ولدت في 31 مارس عام 61، وتبلغ من العمر 62 عام، وتعتنق الديانة الإسلامية. والفنانة رولا حمادة متزوجة من رجل كندي يدعى شون، ورزقت منه بولد وأسمته زمن. فادي حواشي فنان سوري من مواليد عام 83، ويبلغ من العمر 40 عام، ويعتنق الديانة الإسلامية، وهو متزوج. عبد الرحمن قويدر ممثل سوري، ولد في 6 أبريل عام 77، ويبلغ من العمر 46 عام، ويعتنق الديانة الإسلامية. تزوج الممثل السوري عبد الرحمن قويدر من فتاة سورية تدعى روان شنواني في أغسطس عام 2020.
إياد أبو الشامات ممثل ومؤلف سوري شهير، ولد في مدينة دمشق في 13 من شهر مارس في عام 74 ويبلغ من العمر 49 عام. الفنان إياد متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى ديمة المنصور، وقد أنجب منها ولدا وحيدا يدعى فارس، وتعيش العائلة حاليا في فرنسا. ويعتنق الفنان إياد أبو الشامات الديانة الإسلامية. صباح بركات ممثلة سورية موهوبة من مواليد دمشق، 25 من نوفمبر عام 67 في حي ساروج الدمشقي العريق، وتبلغ من العمر 66 عام. وتعتنق صباح الديانة الإسلامية، ومتزوجة من رجل أعمال جزائري بعد طلاقها من زوجها الأول، لديها بنت وتعيش في سوريا. ناظم عيسى ممثل ومخرج ومنتج لبناني الأصل من قرية عمشيت، ولد في 1 يناير عام 53 عن عمر ناهز 70 عام، ويعتنق الديانة المسيحية. تزوج ناظم عيسى من السيدة ليلى شربل، وابنه هو الممثل طون عيسى. هيمة اسماعيل ممثلة سورية، ولدت في 16 من ابريل عام 76 في دمشق بسوريا، وتبلغ من العمر 47 عام. وتعتنق هيمة الديانة الإسلامية، وهي من عائلة فنية، فوالدها هو الفنان التشكيلي نعيم اسماعيل. تزوجت عام 2002 من شاب سوري الجنسية لكنه من مواليد دولة الكويت ويقيم هناك، يدعى فواز، وأنجبت 3 أطفال هم علي ولارا وغالية.